في حضانة الأطفال الخدج التابعة لمستشفى نابلس التخصصي انهمك الأطباء وطاقم التمريض في العناية بستة من الأطفال الأخوة الذين ولدوا بعملية قيصرية بعد أن حملتهم أمهم 7 أشهر، وكانت الأم قد أجرت عملية زراعة أنابيب في قطاع غزة بعد أن تعذر عليها الحمل الطبيعي طيلة 11 عاما، وقد نجحت عملية التخصيب، غير أن الأطباء في غزة شخصوا وجود 5 أجنة قبل أن تفاجأ الأم عند الولادة بسادسهم. شعور الحمد لله لا يوصف ولا أي حاكم ممكن يعبر عنه. الحمد لله رب العالمين، كافي أنه يعني انه الانسان يكون مهيئ حاله لخمس اطفال، وكل اللي حواليه مستكترين انه كيف هالخمس اطفال استوعبتيهم وكيف راح تربيهم وكيف والله عينيت عليهم. في يوم الميلاد يطلع انه في طفل سادس كمان، يعني لا يعني ساعتها يعني حسينا بانه ربنا ما في اكرم منه. غادة نصحت بولادة أطفالها في مشافي الضفة الغربية نظرا لعدم توفر الإمكانيات الطبية في مشافي غزة، وقد قدمت برفقة أمها فقط، حيث لم ينل زوجها تصريحا إسرائيليا لمرافقة زوجته في هذه المهمة الصعبة، ولم يتمكن من رؤية توائمه الستة وهم 4 ذكور وأنثيان. وضعهم الصحي حاليا بشكل عام جيد، يعني بالنسبة للستة في 2 على جهاز تنفس والبقية 4 بدون جهاز تنفس على أكسجين. على كل الأحوال هم راح يحتاجوا فترة علاج وفترة في الحضانة فترة طويلة، يعني أكثر من شهر. 11 عاما وغدا في انتظار طفل واحد حتى أتت المشيئة ونجحت عملية تخصيب خارجي في منحها ليس طفلا واحدا كما أرادت، بل 6 أطفال معا ستكون قضية إطعامهم وتربيتهم مهمة شاقة. من مستشفى نابلس التخصصي، عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.